اسيار ديا السنغالي، فرصة خطيرة، جول جول ولا لا؟ جول اسيار ديا، الدوري السنغالي يلعب كرة على طبق من ذهب، واللاعب البعيد عن الرقابة كليا نامتعه يضع الهدف في الشباك الخالية، ويضع من خلالها طبعا اول داخل منطقة ديا بهذه الرأسية الرائعة التي كانت حاضرة لنادي الوكرة في ذلك الموسم. إذا التفاؤل بالنسبة لكل الوكراوية، أهل الجنوب يبحثون عن رياح التغيير. كرة في محاولة مرور، نام نام يستعيد عافية نام، وصح على حساب الموج في اللقطة الماضية الكوري الجنوبي. يا سلام يا سلام يا سلام، مرور وهي واحدة بيدينا، ويستلم فريق من الفرق الكبيرة أو أصبح من الفرق الكبيرة في دورينا هنا في دوري نجوم قطر. لذلك أقول بأنه يتحمل كثير شيء كثير. هنا إسماعيل محمد ينزل الكرة إلى نامتعه، تصويبة يا روعة يا روعة يا روعة، يا إبداع يا إبداع يا متعة يا جول. هذا ما يضيع على الإطلاق. شوف معي الاستلام، شوف التصويبة، شوف الروعة، شوف العودة. إسماعيل محمد ما سجل، لكن إسماعيل محمد صلح الجول في اللقطة الماضية ليتقدم الأخوية على صعيد الدوري بلقبين. نامتاهي يلعب كرة، نجم صغير في سنه، كبير حلق للكرة في شباك محمد مبارك. صامينا اتت والى اين ذهبت؟ ربما هو نفسه. نعم تايهي على التنفيذ، وحاصد بشري مكون من 7-8 لاعبين عليها. نعم تايهي كرة اللعب، يا الله خطيرة، يا الله لمن لخالد مفتاح على المتابعة الممتازة مباشرة في مرمى خليفة أبو بكر. مباراة أعتقد بأنها ستكون كبيرة. محاولة تتمرر لدى نامتهي، يحاول يسدد وتصطد وتتحفظون الخسارة، ويواصلون وسيار ينهي الأمور بعد معاناة. التسديدة من ضربة ركنية، رفع ايديه في اتفاق معين، نام تاي مختفي تماما في اللقاء. ولد هو ليه دور، مش دور المشاهد ولا دور المالك، دور اللي بيدير، فرجع يسقف ويفوق لعبته الثاني. يا جماله يا جماله يا جماله، في الزاوية البعيدة من الركنية حطها له. اعتقد دي فيها فاول، اعتقد اللعبة دي فيها فاول على دام تراوري. بص بص عمل ايه في الحارس، بص عمل ايه في الحارس، وزود سرعته عليها شوية. طويلة امامية، ضربة رأس على طول أندرسون إلى سوريا، نزلت على الأرض حلوة قوي. نامتاي نامتاي، لو شاط خطر، لو شاط خطر يا ولد، لو شاط خطر فجاء الخطر. غيم يا غيم وانزل. أميرال بالتليفون بيترقص يا جماعة، ماركو أميرال بيترقص بالتليفون. بص بص الراجل لف، مجرد فنت صغير قال له خلاص أوعى وشك، قال له أوعى وشك، حطها بالشمال. القائم الشمال يتعاطف ويقف تماما إلى جانب اللاعب نامتاي. نتمنى أن حامد دائما يكون متألقا كما عهدنا. هذه كرة ملعوبة إلى منطقة الجزاء على مرمى فريقها، كانت تسلم في مرات عديدة، لكن هذه المرة على يمين حارس المرمى بعد مرور 29 دقيقة شوط المباراة الأول. كرة اللعب، يسجل في الدوري المحلي التونسي، يسجل وهنا يأتي في الدوري القطري. رأسية يوسف المساكني تسكن شباك الوكرة، ويأتي أول أهداف المباراة من خلال هالخطأ. أخوية في محاولة المساكني يلعب كرة، الله جول نامتاهي، نامتاهي يسجل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين. شوف الكرة الثابتة، شوف المحاولة الماضية، الله 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 الله، لعبت بشكل سليم ومرت إلى شباك رجب حمزة. الهدف رقم 32 في مرمى العربي في هذا الدوري. بمبادرات لتسجيل الهدف الثاني، الضربة الركنية مباشرة انلعبت وتحولت عالي. جول يسكنها في مرمى لوبانوف. لاحظ لاحظ لاحظ، يتقدم
All deflected and it's finally gone in. في الوسيلة ضخ الأموال من خلال استثمار خاص داخل الأندية ومشات. يا سيارة طحى واحد على واحد طحى من مصعب عدى ومر وفات ويف فرصة عملوها خلصوها يا ولد. أي هدف جميل يا ولد. الله عليك يا ولد. الله 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 الله. ويحقق انتصار ويا له من انتصار. سرعة وما بعدها سرعة. انطلاقة وما بعدها انطلاقة. اختراقة وما بعدها اختراقة.